بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فيما سبق شاهدنا فيديو على التليجرام على قناة هي معانا طبعا حوار مع سوري، يقول لنا سوري ايش اسم القناة في التليجرام. هاشتاج مع انه هو دخل عليها وكلمة. ما تدخل على جوالك وتقرأ. طيب انت تقولي لنا معانا صديقة عمو اسم القناة؟ اسم القناة قلت ركز. طلع القناة، يعني الاثنين زي بعض. الاثنين فشلتوا في الجواب وضيعتوا وقت المشاهدين او المستمعين، ضاع وقتهم، يعني راحت دقائق. لسه في كمان سؤالين. ايش اسم القناة في التليجرام؟ هاشتاج OSIMXI 5544. ممكن تقوله بالعربي الاو اس بعدين خفايف خفايف، تقول 5544. عيده بسرعه. هاشتاج او اس اي ام اكس اي 5544. تقدر تقول هاشتاج اوسم 5544، بس انتبهوا اوسم بالاي مش بالاي. هيا انت قولي لي ايش القناة في التليجرام. ما تسجلتش عندي والله. الا عندنا ادو بقولي صديقة عم. انت وصلتي لها وفتحنا التليجرام ولقيتيها. ماشي نحن الان بنتكلم هنا، قلناه وانا عدتها. ايش اسم القناة في التليجرام؟ كيف يوصلوا قناة عامة؟ كيف يوصلوها الناس بسرعة؟ انت بتضيع وقتك. قولي انا بسم الله الرحمن الرحيم، انا صديقة عمو. بسم الله الرحمن الرحيم، انا صديقة عمو وصديقة في القناة اسم القناة واسم القناة على التليجرام. على التليجرام ماشي. انا اقول كده وما كملش. هاشتاج اقول كده هاشتاج او سي بي. ما بص يا بص يا استاذ شريف، انا دخل، انا قلت انت لو ركزتي تسمعيها مسجل. هو قالها وانا قلتها. هاشتاج اوسم اكس اي اوسم 5 4 4. هاشتاج اوسم اس 5. ايش اس 5؟ اوسم اكس اي اكس اي. هذا الرقم هذا الرقم اوسم اكس اي 55 4 0. اي عيدية؟ ما انا قلت لك مش في الانجليزي، خليني في العربي. هاشتاج اوسم بالانجليزي بس ال اي مو اي بس او اس اي ام اوسم اوسم. ايوه اكس اي اكس اي حرف اكس. ماشي. اي 55 ولا 55 4 0. 55 4 0. هذا زي عنوان مثلا، يعني خلينا نقول التليجرام لو رحت لجوجل تكتب www. لحظة اسمع، لو رحنا لجوجل كتبنا www. بعدين t.me. بعدين سلاش. بعدين نكتب هذه الحارة، نكتب عنوان البيت. عنوان البيت اسم اكس اي 5 5 4 0. عنوان البيت ايش هو؟ اسم اكس اي 5 5 4 0. بس ننتبه اسم مو بالاي بالاي، اربع حروف. طيب ماشي الحال. انتوا سمعتوا الفيديو اللي هو في لا ت
تشغل البال بماضي الزمان، لا تشغل البال بماضي الزمان، لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآت العيش قبل الأوان، واغنم من الحاضر لذاتك فليس في طبع الليالي الأمان. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بجميع المستمعين لمجلة جاج الصوتية، وهي مجلة هاشتاج جاج في ام اي فويس ماجازين. هذا تصميم المجلة في الجهة اليسرى النص مكتوب كما هو، باللغة الإنجليزية، ولكن معروف إن النص لرواية أو حتى شعر يكتب بلغته الأصلية. طبعا الآن معنا تحت هاشتاج or somebody is me or somebody is me. هذه الهاشتاج ستكون في التويتر، يعني لشرح والتفاصيل، وأيضا موجودة في المجلة، يعني كل ما يكتب في التويتر موجود في المجلة ولكن باللغة الإنجليزية. يعني مثلا النص الموجود أمامنا سيكون في اليوتيوب، وإذا كان في اليوتيوب يكون في التليجرام، وهي نظام جديد وطريقة جديدة لكتابة النص كما هو، يعني بالضمة والفتحة لكل كلمة. وكم يخيب الظن
في المقبل غد بظهر الغيب واليوم لي غد بظهر الغيب واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل ولست بالغافل حتى أرى جمال الدنيا يا ولاك. مثلا نقرأ النص المكتوب وهو من رباعيات الخيام تأليف الشاعر أحمد رامي رحمه الله. فقراءة النص كتبت باللغة الإنجليزية، وكما نعلم اللغة الإنجليزية ليس فيها مثلا حرف الحاء، فنجد H وعلامة أكبر من هذه حرف الحاء، وليس فيها الفتحة والكسرة ولكن فيها السكون. يعني لو أردنا أن نكتب البيت لا توحش فكتبناه النفس، طبعا باللغة العربية في اللام لكن ما تنطق النفس، وهنا الأي هي الفتحة، فما في صعوبة للكتابة باللغة الإنجليزية إلا ما عدا مثلا حرف الحاء. فعندنا كمان حرف الغين بالإنجليزي معروف جي اتش أو جي جي اتش، بس ناس كثير ما يقولوا جي اتش، فحطينا الجي وأكبر من يعني غين. وحرف العين مثلا لو واجهنا حنحط له علامة، العلامات اللي نستخدمها أكبر من وأصغر من في الحروف عندما نقرأ باللغة الإنجليزية. طبعا الكتابة باللغة العربية ممكن تكون في التويتر، بس احنا أعطينا مثال الآن كتبناها باللغة العربية ونكتبها في التويتر بنفس الطريقة، يعني علامة أكبر من هي الفتحة لا توحش النفس بماضي الزماني، إذن علامة أصغر من طبعا هي بالعربي العكس، يعني بالعربي لما تبقى تكتب أكبر من تكتبها بالطريقة اللي مع النفس صارت فتحة، تبقى تكتب كسرة تكتبها أصغر من لأنه من اليمين لليسار، لكن بالإنجليزي العكس، يعني اللي كتبناها مع الـ H هي أكبر من لأنه من اليسار، وهذا معلوم. فلا توحش النفس بماضي الزماني، يعني لما نريد نكتب بالعربي ما نكتب الزمان، نحط بعدها أصغر من عشان تصير كسرة، النفس ما نكتبها النفس عشان مثلا الشعر بالعربي، عشان لا نقول لا توحش لا توحش توحش النفس، نقول النفس بماذا الزمان نقول الزمان، إلا إذا اخترنا الكسرة والفتحة والهذا دي صعبة، لأن يعني معظم الكتابة في الصحف في المجلات يعني صعب إنك تحط الفتحة والكسرة، صحيح؟ آه صحيح، أنا أجاوب نفسي مع أنه معايا ناس هنا أقول صحيح ما يقولوا صحيح،
فأنت لما تقرأ في الجورنال أو في مجلات، إلا يمكن بعض مجلات الأزهر أو كذا بيشكلوا عشان دلالة المعنى، ومثلا تكون آيات تكون أحاديث كذا. لكن في الكتابة العامة واحد كاتب مقال أو شعر زي كده فما يكتب الكسرة والضمة، لكن عندنا في المجلة يعني من يكتب في المجلة يعدها لازم يكتب. فهذه بس بيتين شعر: لا توحش النفس بماضي الزمان ولا بآت الغيبة قبل الأوان. طبعا الكسرة والفتحة والضمة تبين المعنى لأنها تحدد الإعراب، هل هذا مرفوع، هل هو فعل، هل هو فعل ماضي، فعل مضارع، فيتحدد بالفتح والكسرة والضمة. يعني الفعل الماضي دائما فتح، كيف نعرف الفعل؟ ما يقبل ألم ألف لام ميم، ألف لام التعريف ولا التنوين. يعني ضرب، ما يصير نقول ضربا، لو كان ضربا اسم. لا تشغل البال بماضي الزمان، لا تشغل البال بماضي الزمان، لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآت العيش قبل الأوان، واغنم من الحاضر لذاتك فليس في طبع الليالي بظهر الغيب، واليوم لي غد بظهر الغيب، واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل، غد بظهر الغيب واليوم لي بظهر الغيب، واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل، ولست بالغافل حتى أراك